دائما وما زلت أؤكد أنه في الإعلام يجب أن يكون هناك خطابا منصفا للذين ضحوا وللذين قدموا وحتى على الذين كانوا فاسدين بامتياز، لأنه الخطاب عندما يكون نقيا يأخذ مدى. حين تسير في بغداد أو في أي محافظة من العراق وتقارن بين اليوم وأمس، فهنالك بونا شاسعا وكبيرا بين ما جرى وبين ما تحقق. وهذا الذي نراه وننعم به، وإن كان لم يصل بعد إلى مستوى الطموح، هذا لم يأتي بدعة ولم يأتي منة ولم يمنحه لنا آخرون، بل كان بتضحيات رجال وبدماء زكية أريقت، وما زالت لوعة أطفالهم ونسائهم وآبائهم نسمعها. ذهبوا لأنهم منحونا الحياة، وما زال أبناؤنا يقفون كالطود الشامخ في وجه هذا وفي وجه ذاك. هذه الشذرات الجميلة في ظل هذا الوضع ننحني لها، نقف عندها، نتحاور بها، لأنها عناصر نجاح لا بد لكل الذين يمتلكون إنصافا ومسؤولية أن يبنوا على قصص نجاح كبيرة، وأن نطرد اليأس والخوف، وأن نبتعد كثيرا عن نظرية المؤامرة. في الداخلية رجال كما في الدفاع رجال، وكما في الحج رجال، وفي كل الصنوف رجال، رجال منحونا الحياة. لذلك أنا هنا في عرين للأسود.